طبعا كانت هذه ابرز العناوين اللي كانت معنا اليوم. راح نختلف وراح نتفق اكيد في مجمل هذه الاخبار، بس قبل هذا كله اكيد راح نتفق في الكلمات المشهوره اللي كثير نسمعها من امهاتنا ومستحيل اننا ننساها، وهذه الكلمات تبقى في الذاكره وتكبر معانا ايضا، وغالبا ما تكون كلمات تهديديه وعيديه شديديه جدا. نشوف ارائكم لكلمه مشهوره لوالدتك، وهذا احد الأوسم اللي كانت مشهورة في تويتر. خلينا نشوف كلمات مشهورة لأمهاتكم يعطيهم العافية مع أولى الردود. أول الردود من محمد الشريف يقول الله يعين الحرمة اللي بتاخذك، إنك بتجننها والله إني كويس. هلا يا محمد. بندر بيقول لا تنام والتوصيلة بالكهرباء أفصلها، يعني التوصيلة ما راح تنحرق، حتوقت مع هذه المشكلة، ان التوصيلة توقت مع وقت النوم، ما تنحرق الا وقت النوم. صحيح. الزهراني يقول من ادنى شيء يبرطم، من يصدق ان هذه العبارة معناها حساس؟ اوكي. حصل خير، ان شاء الله تلاقي افضل منها، عموما الوالدة اللي قالتها، فاكيد لازم تكون حساسة. تامر يقول تبقى بعيني بزر لو تمشي بعكازاتك. كلمة مشهورة دائما، كلمة جميلة مهما يعني. صغير صغير مهما كبر، ما يعتبر تهديد ابدا. عبد الاله الروقي يقول الركادة لا تستعجل يا ولدي، لانه من عاداتنا وتقاليدنا الاستعجال بكل شيء، والدليل قريت تقاليدنا خطا، عليكم حكم يا نبع الحنان. ايه ليه؟ ما قريتها غلط، بالعكس حلو، تعجبيني يعني مشينا الخطا. عائشة تقول وان قمت لقيته، هذه اعتقد الاشهر والاعمق، وان قمت لقيته، والله مشكله يلاقوه في اماكن يعني احنا دورنا فيها بس ما لقيناها. شلون يعني؟ ايش كيف؟ ما ادري. ميار تقول دائما تدعي لي هالدعوه الله يرضى عليك مثل رضاي عليك، والله يخليها لك اكيد يا ميار. طيب بقرد مع اكرم المنصر يقول خلي كلامك هذا حلقه في اذنك. طبعا كانت هذه اخر ردود معنا لليوم، ولكن اتوقع انها كثيره من التهديدات وكثيره من العبارات وكثير من المقولات اللي بنسمعها تقريبا كل يوم من امهاتنا سواء او ابائنا، والله يخليهم لنا والله يحفظهم لنا. واكيد يعني انا ما انسى بعض الكلمات اللي اليوم لسه قبل ما اخرج من البيت سمعت كلام، يا سلام. هو يظل في الاخير ترى يعني الكلام النابع من نبع الحنان يعني أساسه محبة وحنان وعطف وأيضا اهتمام وخوف علينا، إيش ما كان عمرنا وإيش ما كان وطننا وإيش ما كانت أحوالنا، يظل سبحان الله قلب الأم ما في زيه ولا أيضا.